الشركات السعودية ومدى استثمار هذه الشركات السعودية في العراق، يعني خاصة فيما يتعلق في مجال الطاقة المتجددة؟ هل يمكن أن نرى فعلا شركات سعودية تستثمر في مجال الطاقة المتجددة في العراق؟ أنا أعتقد بأن المسؤولين السعوديين ومجلس التنسيق السعودي العراقي الآن يؤدي جهود كبيرة، يحاول أن يستثمر بكل ما يستطيع الاستفادة منهم من فرص موجودة لدى الإخوان في العراق. الدول الخليج ككل وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تقدم الكثير. يعني عندما نتكلم مثلا عن المملكة العربية السعودية، كان لديها اتفاقيات بما يقرب 3 مليار دولار و12 مليون دولار، وأيضا كان هنالك في استثمار في الجانب الزراعي والتعدين والتطوير العراقي أيضا من جانب المملكة العربية السعودية. كذلك أيضا كان من الدول دولة الإمارات ودولة قطر ودولة تحديدا الكويت والإمارات كان لها استثمارات، والجانب أيضا المجموعة يعني الإمارات أنشأت مجموعة من الفنادق وتطوير مشاريع بقيمة 9 مليارات دولار. أيضا لدينا يعني هناك مشاريع الآن يتم الآن يعني إحداثها في الداخل العراقي من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وباكورة هذه المشاريع لا زالت مستمرة، ويعني هناك استفادة. يعني الجانب السعودي الآن لديه رؤية، يحاول أن يستفيد من المقومات الموجودة لدى الجانب العراقي، والجانب العراقي أيضا يريد أن يستفيد من الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة العربية السعودية. وأنا أعتقد بأن نحن يعني دولة المملكة العربية السعودية والدول الخليجية كأخوة يريدون فعلا يعني انتشال العراق من هذه الأزمة وعودته إلى حاضنته، يعني مكانه الطبيعي ودوره الذي يلعبه في المنطقة. نعم.